مرحبا بكم من جديد. سعيدة باستقبال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. أهلا وسهلا بك. مساء شكرا للاستضافة. تحياتي. شكرا لك على تلبية الدعوة. الاستعدادات لشهر رمضان من ناحية الأسعار، من ناحية المواد الأساسية اللي متعودين أنها تكون أو يلزمها تكون متوفرة، الكميات، المخزون متاعنا يكفي ما يكفي؟ شنو تنجم تقول لنا لطفي الرياحي؟ حاليا البوادر تنجم تقول طيبة. علاش؟ على خاطر كي نشوفوا نحن أهم العناصر معناتها ولا أهم المواد اللي يستحقها التونسي بخلف موجودة، بخلف الغلاء الكبير في اللحوم الحمراء. وهنا نرجعوا للاستقرار اللي موجود في الأسعار، هنا نرجعوا لقرار وزارة التجارة اللي كنا نعرفوه قبل آخر العام، جمدت الأسعار في برشا مواد وحددت أعلى سقف لخدمات التعاون التجاري ب 10% اللي كان قبل في حدود 35%. معناتها بتطبيق القرار هذا بالجدية الكاملة نلقاو اللي ثم انخفاض في الأسعار، وشفنا في زوز عناصر مهمين، الطماطم المعجونة شفناها ب 4500، والزيت زاد كيف كيف شفناه انخفض، ونحن نستناو في القائمة الطويلة اللي آليا بتطبيق القرار باش تلقى انخفاض في الأسعار. بقى الإشكال الكبير بتاع الخبز. الخبز اللي قاعدين نشوفه مازال تصفوف، وهنا نطالبوا بتعميم التجربه الجديده نتاع الخبز بالالياف على جميع المخابز باش الصفوف تتنحى، وبالتالي نقطعوا ما بين الفرينه اللي تمشي المدعمه تمشي للصناعي، وبين الفرينه المدعمه اللي تبدا بالالياف تمشي للخبز تمشي للمستهلك. لا ما سامحني، تفسيرك لعوده صفوف الخبز مازال القرار ما تطبقش. القرار مش متقرر، هو اجتمعوا وقالوا باش يطبقوا وعملوا نهار ومهرجان وحكايات وخبز. نستناو حد ما نستناو في تطبيق القرار وتوزيع الماده هذه الفرينه، خاصه صحيا باهيه تقطع مع المضارب وتقطع مع المنتوج يمشي للصناعي وبالتالي يمشي لغير مستحقيه، الوتلة وغيره والاسترونات و و و تقطع قطعا كاملا، خاطر كي تبدا الفرينه بالالياف تشوفها تبدا منمشة ما تنجمش تستعملها في مواد اخرى. متابعتكم نسبه حضور الزيت الزيتونه اللي هو في حدود 15 دينار متوفر الان في الفضاءات؟ في بعض الفضاءات متوفر، ونحن سما معناتها وزاره التجاره باش تعمل تزويد اكثر خلال شهر رمضان، وباش توسع القاعده مش في المساحات التجاريه الكبرى برك، باش تتوزع على برشا نقاط اخرين، منها شركه اللحوم قاعده توزع في الماده هذه، وعديد فضاءات الاخرين اللي وزاره التجاره باش تولي الفضاءات التجاريه الاخرين بالتفصيل باش تولي يوزعوا الماده بتاع زيت الزيتون. اللي تعرف زيت زيتونة في تونس مفصلية، تونسي بتجمش طاولة تونسية ما غير زيت زيتون. يلا هو وزارة التجارة خذيت عدد من القرارات وشفنا عدد من أخيرا أي وشفنا حتى فما شكون حتى يقول جانب استعراضي في العمل متاع وزارة التجارة، في شدينا في عملنا في كذا. سؤالي ليك هو هل هذا عنده تأثير حقيقي على السوق، يعني في المعاملات في المعاملات اليومية، وشنو إحساس المهنيين أيضا في الميدان هذايا اللي نعرف اللي فما عدد منهم تشكى من أنه في وقت من الأوقات لسقت فيهم الاتيكات متاع الفساد ومتاع السراق ومتاع كذا، ومتاع في وقت من الأوقات تم ولا ثم نوع من الصورة النمطية على أساس الكلهم يدبروا فريوسهم وكذا. هذا الكل كيفاش يترجم في السوق كل يوم؟ نحن عمليا في السوق واللي نحبوه واللي شفناه كما قلت لك في الطماطم وقع ب 4500 كانت ب 5000 واش، شفناه في الزيت النباتي، وشفنا في استقرار الأسعار في المواد الأخرين. واللي طالبينه نحن كونه تطبيق القرار تاع وزارة التجارة، خاطر فيه عنصرين هامين جدا اللي هو بخلف تجميد الأسعار في تحديد أعلى سقف لخدمة التعاون التجاري ب 10% و 5% بالنسبة للمؤطر و 10% لغير مؤطر، وهذا آليا باش يهزنا إلى التخفيض في الأسعار. علاش؟ خاطر قبل كان النسبة كانت في كم معدل 35%،
وهنا ب 35.10 نلقاو الفرق تاع 20، معناتها اليا باش نلقاو انخفاض بين 10 15 توصل حتى ل 20 في بعض المواد اللي باش يشملها هذا. مع العلم كونه هيكله السعر بيدو اللي كانت تحدد فيه قبل بساحات تجاريه الكبرى، هو دخلت وزاره التجاره وطلبت من المهنيين باش يمدوها بهيكله الاسعار، هيكله المنتوجات اللي ينتجوا فيها وهيكله الارباح نتاعها، باش تعرف هي باش تدقق في الهيكله هذه، وبالتالي في تدقيقها تعرف الهوامش الربح الكبيره وتعرف الهامش الربح الخلفي الحقيقي اللي قاعدين يطبقوا فيه مساحات تجاريه كبرى والريستور يطبق ولا ما يطبقش في حدود 10%، وهنا اليا لازم نلقاو انخفاض في الاسعار. والمهنيين يعني متفاعلين ايجابيا في تقديرك مع قرارات الوزاره؟ لصالح المهنيين، علاش؟ على خاطر المهني كان يبيع في منتوج ما، كي توظف عليه انت مساحات تجاريه كبرى معدل 35% هامش ربح خلفي ياخذهم قبل ما عمليه البيع ما عادش، ولا 10% معناتها قص عليه الضغط، وبالتالي ما عادش يزيدك الهامش الكبير، خاطر هو ما كانش يدفع فيها، كان يسيبها معناتها يغلي في الاسعار باش المستهلك يدفعها، وهناك ينقص ما عادش يدفعها، دونك ينقص السعر، وهنا هيكله السعر تبدا بالوضوح وبالشفافيه المطلوبة عند المهنيين الكل، ما تلقاش وفاق موجود على خاطر الهيكلة نتاع السعر نتاع أي منتوج. كما في الطماطم والمعجون. كما في الطماطم والمعجون لازم تنخفض أكثر، خاطر 4500 تنجم بالتدقيق في بعض مكونات نتاع الواحد نجموا نطيحوها أكثر، كما في جميع المنتوجات وخاصة مواد التنظيف سواء الجسد وإلا التنظيف العادية، زاد كيف كيف الطن غير برشا عديد المنتوجات اللي هيكلة السعر نتاعها في شطط وفي تضخم مصطنع للسعر بطريقه كونه يسرى وهامش ربح بين امامي وخلفي 60-70%، وهذا مشتت جدا خاطر المستهلك هو اللي يدفع. تلقى انت كي تدخل في مساحات تجاريه كبرى تلقى منتوج تشري منتوج ما تلقاش سومه الحقيقي، ما تقول منتوج هذا ونعرف الصناعيين برشا قداش يخرج من المصنع وقداش يوصل. سي لطفي انا الحقيقه نحب نسألك فيما يتعلق بمتابعتكم لموسم التخفيضات فيما يتعلق بالملابس، ومتابعتكم كذلك للسيارات الشعبية اللي كثر عليها الحديث المدة الأخيرة وبعد الكميات اللي دخلتها الدولة التونسية، لأنه الحقيقة أنا راه ما نحبش على أهمية المواد الأساسية وعلى أهمية فقدانها وما قد تثير معناتها من مشاكل ومن غضب ومن معناتها في صفوف الناس، لكن التونسي زاد راهو مش كان سكر وحليب وزيت وكذا، التونسي راهو زاد يحب كريهه بشعبيه ويحب يلبس ويحب والصحه وغيره والصحه، يعطيك الصحه والمرافق هذيك الكل. دونك انا حبيت نسالك اساسا بصرف النظر تو على غلاء الاسعار والمواد الاساسيه حكينا فيها، نحب نسالك على متابعتكم لموسم التخفيضات الموسميه فيما يتعلق بالملابس وقصه السيارات الشعبيه. نحن بالنسبه لموسم التخفيضات هو بالنسبه لنا هي عمليه تسويقيه لمنتوجات أجنبية بأسعار باهظة وبجودة متدنية. هذه الديفينيسيون نتاع سولد في تونس. علاش؟ على خاطر نحن كي نشوفوا نحن موسم التخفيضات تلقى مكثر المنتوج اللي قاعدين نشوفوا فيه هي يجي تحت عقود استغلال تحت علامة الأصلية اللي هي الفرانشيز. وهنا هذا فيه شطط كبير في الأسعار، هم اللي هيكلوا السعر وهما اللي تلقى انت منتوج ما مثلا مريول تلقاه ب 100,000. كي تشوفوا حقيقه المريول هذاك هو بيدو تسكانيه تشوفوا على الانترنت تلقاه ب 10 روات في الخارج. في الخارج ما يتمشيش مع جو، رغم اللي جوده متدنيه مش فرد جوده. هنا نلقاو جوده متدنيه ونلقاو اسعار عاليه، وهذا علاش قلت لك انه هو عمليه تسويقيه لمنتوجات اجنبيه قاعدين نشريو فيها. شكل من اشكال التحايل تنجم تقول. هذه واللي اكثر من هكا هي الامتيازات اللي ياخذوا فيها الشركات تحت العلامه الاصليه، هذه الكارثه. علاش؟ خاطر الديفيز يخرج البر بخلف الديفيز خارج البر، منتوجات تجينا متدنيه الجوده وتجينا باسعار عاليه، زيد دفعها التونسي وزيد كملوا خرجوا الديفيز بعنوان كونه عقود استغلال تحت العلامه الاصليه. شنو هي جابتنا لتونس؟ ما جابتنا حتى شيء. تحركتوش في الاتجاه هذا سي لطفي؟ تحركنا في الاتجاه هذا. مع وزاره التجاره حكينا مع الناس على الموضوع هذا. حكينا مع الناس الكل وركزنا على الموضوع هذا، نحن نطالبوا سحب الامتيازات من عقود استغلال تحت العلامه الاصليه، كيف كيف زاد تشجيع المنتوج التونسي، العديد من الصناعيين التوانسه اللي سكروا يفلسوا
وين القماش التونسي وين الصباط التونسي. هذا الكل نقطة استفهام. على ذلك نحن نطالب ديما بعدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس. التونسي اللي كانوا في وقت من الأوقات رواد تعطيك ألف صحة. هنا خطر نقطة استفهام كبيرة إلى متى ماشيين فيه التوريد هذا. حتى كان جيت علاش مش نمشيو للفريب نحن على خاطر الفريب الجودة تلقى الجودة والفريب هو بيدو طول ولا غالي خاطر قاعد يجاري في هيكلة الساعة. ساعات الفريب أغلى من جديد. يا خاطر يجاري خاطر جديد ما فيهوش جودة. صحيح. الأخر فيه جودة يجاري في هيكلة الساعة المنتوج اللي موجود في السوق. وهذا نشوفوا الأسعار راهي الأسعار بالنسبة للمنتوج ما وبالنسبة للواحد خيالية. وفيما يتعلق بالسيارات الشعبية. بالسيارات الشعبية راهو شوف حق التونسي يلزم نضغطوا على الجباية الموجود في السيارات الشعبية. وهنا كي نضغطوا خاطر التونسي عندك حاجتين راهو في التونسي يلزمنا نوفرهم له. عندك مسكن وسياره نلقاو عندها الوكاله الوطنيه للسكنه. هذاك طموحه هو. هذاك عنده؟ هذاك اقصى حاجه عنده. هنا يقعد الانسان موظف ولا مش موظف ولا حاجه عمره كامل يسنى ياخذ روتريت. ثم في القوائم نلقاو خاطر ما عندناش مخزون عقاري على خاطر برشا حاجات يلقى يسنى 20 سنه 30 سنه باش ياخذ قطعه ارض من لافاش وقت يبدا في الروتريت ما يتمتعش بها. ونزيد تعرف انت قروض السكن الغلاء نتاعها والسيارات الشعبيه زاد كيف كيف المفهوم نتاع يلزمو يتبدل يلزمو خاطر صراحه غالي على التونسي. ونرجع لكلامك يعطيك الصحة. التونسي راه مش طماطم وفلفل والواحد ثم خدمات بنكية غالية ثم قروض فيها شطط كبير ثم الصحة زادة كيف كيف. إلى متى باش نقعدوا نحن تحت رحمة وصفة طبية تجارية؟ إلى متى؟ وصفة طبية هو للأسف سي لطفي. نعم اش معناه وصفة طبية تجارية؟ طبعا أنت كي تمشي للطبيب لطف عليك كي تاخذ دواء يعطيك وصفة طبية تجارية يعطيك اسم دواء تجاري ما يعطيكش اسم العلمي كيف. يوجهك نحو منتوج ما نحكيوش على الاسماء نتاع المنتوج مثلا اي منتوج ما الاسم هذاك اللي نعرفوه الكل نتاع الدوايات نتاع مخبر معين ما يعطيكش الاسم العلمي يعطيك الاسم التجاري يوجهك نحو مخبر معين تاخذ الدواء هذاك وحتى ويتقابش وهكا الطب يتصرف معروف انت كي تاخذ معروف معروف اعطاني دواء عندي فيه شنو الدواء اللي اعطاه شنو الدواء انا شنو المرض حتى نفهم شنو باش يعطيك اسم ماركه اسم مش باش يعطيك اسم الموليكيول يعطيك الاسم التجاري نتاع الدواء ما يعطيكش اسم علمي وثم كتاب في وزاره الصحه خاطر كل دواء عنده جنيسه بالضبط اذا مش تلقى مش نوع المرض وتلقى ليستا كامله اي هو يقدر هو ما هو الدواء اللي يفيدك اي لكن كلهم يتعطاو المرض هذاك فرد اذا كان الدواء الجنيس خايب علاش يبيعوا فيه؟ وإذا كان الدواء اللي مضاد من لابوراتوار أخرى كيف هو فرد موليكيول ولا فرد اسم علمي، علاش يبيعوا فيه؟ هنا يلزم مع العلم وهنا تأكيد للكلام كونه الكنام حامية روحها ترجع لك على أرخص دواء جنيس في المرض هذاك ما ترجع لكش على الدواء الغالي اللي خذيته أنت. هذاك الكنام مش طبيب. الكنام ترجع لك على الدواء اللي عطاه لك اي الكنام ذاك تعتبر حامية روحها هي باش تصرف اقل ونحن نصرفوا اكثر على ضوء ما يراه الطبيب هذا ما نجموش نحطوه سي لطفي راه في العالم كله موجود راه ما نجموش نحطوه نفسروه بالمجهودات التسويقيه نتاع المخابر هذه مع الطبيب باش نقنعوه انه يحط الدواء نتاعي مش الدواء نتاع الرياض يعطيك الصحه هذه مجهودات تسويقيه نتاع كل اي مخبر يمشي للطب باش يحاول كيفاش الدواء نتاعو هو يكون في الصداره في المرض هذاك يتعطى بخلف المخابر اخرى. وهنا نحن انتاجنا في حكايه 60% انتاج تونسي لكن نشوفوا نحن العديد من القوائم اللي من الواحد تلقاه منتوج اجنبي نخسوا عليه الدوفيز وتلقى غيره موجود هو في جنس باش ما نحطوش الناس كل في شكاره واحده. فما راو اطباء واللي هم الاغلبيه ونحيوهم ونحترموهم فما ناس تخدم بضمير ومراعيه وماخذه بعين الاعتبار خاصه البعد الانساني للخدمه نتاعهم سواء هما ولا الصيادله ولا كل المشتغلين معناتها في القطاع الصحي. لكن فما بالفعل زاد ناس معينين واللي هما اكيد اجزم انهم اقليه نتاع امشي ويجا وهي تحويجه. انا اعطيني حريه الاختيار اعطيني الاسم العلمي وانا نختار نحب نشري دواء ب 200,000 ولا نحب بدواء ب 4,000. اعطيني حريه الاختيار. اعطيني حريه الاختيار انا كي ناخذها ناخذ الاسم العلمي نمشي للصيدلي نقول له اعطيني الدواء هذا يقول لي عندي هذا وهذا 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 اش تحب تاخذ. وتوا سي لطفي مرجوعنا بالله منين انطلقنا
لاحظ حتى انت معناتها تواجدك في عدد من المنابر الاعلاميه ووسائل الاعلام تقريبا ما فما حديث كل وين تجي معانا كان على البصل والفلفل والخضره والغلة. لا بالعكس نخدموا على الخدمات البنكيه. لا انتم تخدموا على كل شيء. اما معناتها حتى الاسئله حتى المنابر حتى وسائل الاعلام معناتها ما يسالوكم كان على الزيت على السكر على القهوه على الروز على البصل على الفلفل على الخضره على الغله. في اختزلنا للاسف على اهميه اللي صاير هذا. ما اختزلنا اخي التونسي كرامته بالضبط. كان في كرشه في بالك لبسته وكرهبته وداره ولو هذا التونسي معناتها ابسط ومحاطنا ولات الادويه المعلومه نتاع الدواء يعني اسم الدواء العلمي وقتها اول مره نكتشفوها معاك هوني في غونيفو نفسي لطفي الرياحي وحنا بدينا اول مره نسمعوها كنا نجهلوها جوستومون. هذا علاش خاطر العالم الكل يمشي بالاسم العلمي كان نحن قاعدة في الاسم التجاري قاعدة مهيمنين على مخابر معينة باش يعطيني وما نحكيوش على الباراميديكال وما نحكيوش على التقليد اللي موجود وما نحكيوش على التجارة الإلكترونية اللي هذيك باب انت باب كبير في الفوضى اللي موجودة. تعرف انت في قانون التجارة باش نعطيك مثال باش نعرف الخطر بتاع التجارة الإلكترونية. يبيع لك منتوج على وسائل التواصل الاجتماعي يجيب لك منتوج ما يلصق لك عليها بوند ليفريزون فيها اسمك نمرو تليفون وفيها اسم الشركه تتكلم الاربع حروف وبس. صحيح. لا ثم فاتوره لا ثم لا رانو لا ثم حتى شيء. كي تحل انت ما تخدملكش القطعه اش تعمل؟ ما تنجم تعمل حتى شيء. تشكي لوزاره التجاره وزاره التجاره يلزمها مسار طويل باش تطلع السيد خاطر هو الباج نتاعو سكرها تليفونه سكره باعك المنتوج هذاك مشات. نعم وزارة التجارة تشوف فيهم هذوما موجودين هي شو ماهيش قادرة توقفهم ما تنجمش توقفهم ما عندكش هذه يعطيك الصحة. شوف كونترولير في وزارة التجارة هو بده يقول هاني باش نشري توجيهه توجونا احنا لديارنا توحات وزارة التجارة زعما عندنا كبير هو اللي يجيك مش هو توجيه. مش هو يجيك يجيب ما يبعث واحد يعطيك الصحة الواحد زاد باش ينكر من خذا ساعة ما نعرفوش انا صار ما نعرفوش قيدوا تحت الحيط لا اي يعرفوا كل شيء الدولة تغزر لهم تو انت تحكي على الدواء قاعد يتباع الدواء والحكايات في 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 الفيسبوك طب كل واحد طلع روحه طبيب ودواء انت مش دواء انتم مركبين شخصيات فنية وإعلامية وغيرها وسياسيين ويبيعوا في الدواء هم ساكن ما في بالهمش يركبوا له صفقه ولا شيء. انا واحده منهم ملاك تبيع في الدول قلت له واش دخلك للفن هذا خدم في باريس كان والله بالصدفه انا قاعد تبيع في الواحد شنو هي الهم هذا؟ يعني الحقيقه الدوله اللي تو تشوف فيها الموضوع هذا نحن هكا علاش اخترنا حل تلهوا بالمقرونه وبطاطا وفكونا من خاطر احنا كي نلحقوا على القفه هذيك به نحن علاش في الجانب هذا نتاع التجاره الالكترونيه اذا كان يجي وجوبا على السيد اللي يوصل يجيب المنتوج ومعاه فاتوره مصدره معاه فاتوره انت كي باش تعيط له كدوله من جهه السلعه اللي تبيع فيها مسار هذه وين تشد في الناس تخرج من الجم على بعد 200 متر ويوقفك وحقه تفضل يقول لك انا من حقي باش كمستهلك باش ناخذ فاتوره الفاتوره هذيك ما تجينيش خاطر في الفاتوره باش نلقى لارانو نتاعو باش نلقى دريستوين باش نلقى حجه بدايه حجه باش نجم نشكي بيه اما هذا كل ما يجينيش انا باش نزل بوند ليفريزون شيء ما فيه كي تقراها انت بون ديفريزون ما تلقاش فيه حتى معطى لا تليفون لا ادريس السيد لا الرانو نتاعو لا الباتيند لا حتى شيء تلقى الشركه اللي توصل واسمك انت واربع حروف من الاسم نتاع السيد هكا هو اللي بيع لك ما تعرف عليه حتى شيء تعرف عليه حتى شيء هو بيدو اللي يوصل يقول لك خاتيني انا جاو عطاوني هاني جبت هاني جبت ما انا كان حطوا لك فيها بالضبط نعرف شنو خاتيك هذاك اللي صاير وهذاك الشكايات يحط لي انا فاتوره فيها لا رانو وفيها عند بدايه حجه نجم نعرف السيد وين نجم نشكي هذا كله ما ثماش على ذاك سهل انت اي اجهزه رقابيه كي توقف منتوج ما في كميون او كل شيء يقول اعطيني فاتوره الا شركة التوصيل نجم نهار معناتها يحط لك فيها قنبله ولا حاجه الا شركة التوصيل ما تعطيش فاتوره يقول لك انا نوصل يلزم يحط لي فاتوره مع المنتوج باش انا نعرف المنتوج هذاك انت توا ارشاد المستهلك مش دفاع المستهلك ولكن المفروض تدافع عن المستهلك في نفس الوقت اكيد والمستهلك ضحيه انفلات السوق بالضبط خاطر ما تحكيليش على الارقام في المستوى النظري والوزاره وحددت الاسعار كي نمشي للسوق ما نلقاهاش الاجهزه الرقابيه مع العلم ندخل انا السوق كل نصاب وكيفاش يقول لك سومي الاسعار كل واحد يبيع في حكايه كيف في التلفزه كيف يعني كي تمشي انا
والله ساعات تحصل نشوفه كيلو ونجي نهبط عليه يقول لي وين كرتل راه مش كيلو شو مرتل وين كاتبها انت رتل ما تشري يبيعها لك كيلو بالي تدخل الدار تلقاها الكل ما ثم شيء كلها ما فماش كاليبراج وغيرها وترسلك معناها هذه الترسابيليتي تاع المنتج كيف يتم نحن مجتمع ناقصه رقابه فعليه على السوق الرقابه حصريا عند الدوله ما نجموش نحن نراقب مجتمع مدني نحن نحاولوا اليات المعرفه نوصلوها للمستشفى تشكيات ولا حاجه نحب تشكيات عندنا تطبيق اسمه كيفاش باش نجم تشكي باش نجم تعمل فنوصلوا التشكيات لهذه كل اي جهاز رقابي اللي تهمه الموضوع هذاك وقاعدين يتفاعلوا معنا لكن ما عندناش نحن المجتمع المدني ما عندوش لا رقابه لا رفع مخالفه هذه كل حصريا عند اجهزه الرقابه بتاع الدوله. لما زادت وعي الناس وتاشروا على الاسعار وتذكروا الناس بالاسعار باهي الدور هذاك. هذاك اللي نهبطوا لا راهو اسعار هذاك اللي نخدموا فيه ونحن نقولوا تو بالمناسبه هذه راهي وزاره التجاره جمدت الاسعار كي تلقى اسعار سعر غلاء على اللي موجود به راهو عندها من تو قرابه ثلاثة شهور جمدت الاسعار في العديد القوائم ما تشريش هذاك وعلم وزاره التجاره ولا علمنا نحن هذا الدور نحن نحاولوا كيفاش نعملوا اليات المعرفه للمستهلك باش يكون على الاقل يعرف ما له وما عليه. شكرا لك لطفي رياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك شكرا على الحضور. مروان خليفه رياض يعطيكم الصحه شكرا لكم على حسن المتابعه نتلقى غدوه ان شاء الله الى اللقاء.